راديو أورينت يقدم ملف اليوم السابع. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم ملف اليوم السابع. سأكون معكم أنا محمد الجزار على مدار ساعة كاملة، فمرحبا بكم. في ملفات هذا الأسبوع: عندما غرق حنظل السوري، تنظيم الدولة على أبواب دمشق والروس في سمائها، وديمستورا يلعب القمار على مذبح الدماء. أهلا بكم أينما كنتم. يوما بعد يوم تزداد أعداد اللاجئين السوريين الذين يغادرون هربا من ظروف الحرب، محاولين الوصول إلى الدول الأوروبية بطرق غير شرعية، ما دفع قادة هؤلاء الدول إلى التحرك سريعا لحل هذه الأزمة التي بدأت تتفاقم بشكل قد لا يمكن السيطرة عليه قريبا. بثيابه ينام في حضن الشاطئ بودرام التركي، وحيدا يغرق في صمت العالم الذي لا يزال تحت الصدمة بسبب هذه الصورة التي وصفت بالخانقة والمخزية، جاءت لتلخص التغريب السورية وتقص ما خفي عن العالم من وجع حمل الكبير والصغير ليفر من وطنه سوريا. المأساة وقعت بعد أن انطلق قارب يحمل لاجئين سوريين من شاطئ تركيا نحو جزيرة كوس اليونانية على بعد 3 أميال، لكن الرحلة تحولت إلى مأساة بغرق القارب وموت أغلب من كانوا عليه، بينهم الطفل إيلان كردي وأخوه ذي 5 سنوات، فيما نجا البعض بينهم والدة إيلان وأخته. الصورة المرعبة جابت المعمورة وتصدرت اهتمام الإعلام العالمي في مختلف القارات، بعضهم وصفها بصورة العار والآخر تساءل إلى متى، لكن لا أحد تحدث عن لحظة الفاجعة، فقواميس العالم جميعا لا تجرؤ على تقديم مفردة وحيدة لوصف ما عاشه إيلان لحظة موته غرقا. اللغة تظل عاجزة تماما، كما الإنسانية اليوم، الإنسانية فاشلة هو عنوان تغريدة على تويتر انطلقت في بدايتها من تركيا بعد ظهور الصورة المرعبة، قبل أن تصبح الكلمة الموحدة لكل شعوب العالم. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي الأستاذ أحمد كامل صحفي سوري ومحمد العويد موفد أورينت إلى بودابست. أبدأ معك محمد، انقل لنا المشهد من حولك. نعم زميل محمد، المشهد بائس حزين، ينذر بتفاقم المشكلة. الأعداد يعني تعاني، أعداد النازحين السوريين اللاجئين هنا يعانون، هم أشبه حقيقة بمعتقل كبير بلا أي مكونات للحياة. تكاد مدخراتهم المالية التي كانت يعني تمنحهم بعض العفة أن تنتهي. لك أن تتصور أطفال تولد هنا في هذا المكان تحت يعني جسر وتحته الأرض، يتلوذون من حرارة الشمس العالية والمحرقة. غياب منظمات المجتمع المدني بصورة حقيقية، يعني نلاحظ بعض المبادرات الفردية من المواطنين الهنغاريين، لكن كمجتمع مدني للأسف يغيب تماما عن الحضور. ربما يسد هذه الثغرة بعض الحضور السوري القديم هنا في العاصمة المجرية بودابست. المشكلة زميل محمد أننا أمام موت جديد معلن مع سبق الترصد، بمعنى هذا الحصار يدفع اللاجئ لاتباع طرق التهريب عبر المهربين الذين قد يودوا به إلى الموت بطرق مختلفة. أيضا تفاقم الوضع الإنساني، غياب الوضع. نعم يعني بمعنى هل هناك حملة ممنهجة تقوم بها الحكومة المجرية للضغط على اللاجئين؟ نعم هذا يعني في الشق السياسي صراحة، يخضع
من الواضح أن الحكومة المجرية تعالج القضية رغم انتمائها للاتحاد الأوروبي بالعقلية السابقة ذات الميول الشمولية أو الاشتراكية السابقة المعسكر الشرقي. لا. لكن من الواضح أن هذا الابتزاز يعني يأخذ زمن طويل على حساب الضحايا السوريين الموجودين هنا، بمعنى أن كل يوم هناك تصريحات تناقض التصريحات السابقة. كان البوليس والقراء والحكومة قد منعت اللاجئين من ركوب القطارات بتوجه إلى حيث مبتغاهم، إلى النمسا ثم ألمانيا، ثم عادت ومنعت وثم سمحت وأخذتهم بطرق احتلال إلى كامبات جديدة في هنغاريا. هذا كله يزيد ويعجج المشهد. يعني تابعنا أمس واليوم نداءات يعني من اللاجئين السوريين هنا أننا سنمضي إلى طريقنا مثل على الأقدام، والمسافة كارثية زميل محمد، لك أن تتخيل المسافة تزيد عن 200 يعني كيلو متر، عوائل أطفال، عوائل مسنة، الناس تعبت وأرهقت وأصابها كثير من البؤس والإحباط والتشتت. محمد، إلى أين ينقلون؟ يمكن أن نضيف نعم إلى أين ينقلون؟ نعم، هم مبتغاهم الوصول إلى النمسا ثم إلى ألمانيا، وبالتالي هم ممنوعين من المغادرة من هنغاريا. يبدو هناك جو عام يأخذ بالتبلور أكثر أنهم سينبون مشيا إلى الأقدام وصولا لحدود النمسا، وهذا قد يعجج المشهد، بمعنى أن الحكومة المجرية بمواقفها قد لا تسمح لهم بهذا المشوار الطويل والمتعب أصلا، فيما هم يصرون ويتجمعون أكثر وقد يبادرون خلال الأيام القادمة. وأيضا إذا رغبت يعني أو هناك متسع من الوقت، نعم، معي بعض الضيوف يمكن أن يحدثون أكثر عن معاناتهم. محمد، سأعود إليك ونتحدث، نعم، مع ضيوفك طبعا بشكل مفصل أكثر. نعم. أستاذ أحمد، نعم، يعني ألا تعتقد بعد أن استمعنا إلى مراسلنا محمد من بودابست بأن صورة الطفل الألان الكردي لم تغير شيئا من الموقف الأوروبي من استقبال اللاجئين؟ يعني أثرت دارة القضية السورية الآن في مركز الاهتمام منسيا، يعني لم نصل إلى هذه الدرجة من الاهتمام الإعلامي الأوروبي والعالمي إلا من أيام الكيماوي. نعم. هذه المرة أقوى، لأن الموضوع يجري الأوروبيين ويجري أرضهم ويتعلق بقوانينهم ويتعلق بحياتهم هي والاجتماعية والقانونية وكل السياسية. طيب، موضوع الاهتمام، ولكن حتى الآن الرد غير سليم، وحتى الآن ما أحد حكى في جوهر المشكلة. لماذا يهاجر هؤلاء الناس؟ بالعكس، الناس عم يجيبوا أخبار كاذبة، بيقول لك هذا الولد كردي من كوباني، وكوباني محاصرة مهددة من قبل داعش. نعم. فالنظام بريء، يعني حتى الآن ما فهمنا شيء، ما فهموا شو السبب وما فهمنا شو الحل، حتى بالمعنى الأوروبي، حتى بالمعنى الضيق، يعني معالجة مشكلة اللاجئين وليس معالجة مشكلة سوريا. الكلام ما كثير واضح. الفكرة الألمانية الآن إنه على 28 دولة إنه تأخذ لاجئين، إنه يأخذ لاجئين أكثر يتوزع على 28 دولة. وللأسف الشديد نحن نعرف إنه كثير من اللاجئين بدوا ألمانيا حصرا، ما بدوا اللجوء، بدوا اللجوء على كيفه، بدوا اللجوء خمس نجوم. نعم. إذا بتعرف عليك لجوء أربع نجوم بيرفض وعبرني حاله على سكة القطار. فإذا المشكلة ما نحل فيها ولا شيء على الإطلاق. لكن يقال بأن هذه حالة فردية أستاذ أحمد. الجميع يتمنى فقط يعني موضوع اللجوء، يعني في أي دولة لا يهم، لكن غلط أبدا. في كثير منه لاجئين عنده حق اللجوء في تركيا، يعني يتمتع بالأمن والأمان وما بيموت جوع، وما حدا بقلب عليه، بده اللجوء على كيفه، بده اللجوء خمس نجوم تحديدا ألمانيا والسويد، ما بده فرنسا، ما بده النمسا، ما بده جاية، ما بده بلغاريا، ما بده لبنان، حصل بده ألمانيا وبده السويد وحاسبه بالآلي الحاسبي. هذا ما اسمه لجوء، هذا اسمه هجرة مريحة، بده هجرة مريحة. خلينا ما حدا يضحك علينا، إذا طرحته الله يخليكم، كل الحقيقة اللي انت قولي علينا، هذا ما اسمه لجوء. نعم. هو البحث عن هجرة مريحة. طيب، لكن ربما أستاذ أحمد،
بأن بعض الدول التي استقبلت السوريين تقوم الآن بالضغط عليهم ومنعهم أيضا من أبسط حقوقهم، هكذا يقول البعض أيضا، ومن حق هؤلاء يعني في بعض الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين. هذا ما بحسن بحكي عن وضعه. يعني الوضع في الدول العربية اللي هي المستقبل الأول والأكبر للاجئين السوريين 65% من اللاجئين السوريين موجودين في الدول العربية، تحديدا في لبنان والأردن. لبنان والأردن دول فقيرة جدا، لا تستطيع تعطيك نجوم 5 نجوم ولا 4 نجوم ولا 3 نجوم ولا تسمح لك بالعمل أيضا. ما بيقدر اللبناني ما بيعرف يلم الزبالة في بلده يا ابن الحلال. إذا كيف اللبنانيين خاضعين أستاذ أحمد، يعني حزب الله خاضعين لميشيل عون اللي هن معادين للشعب السوري كليا. طيب جميل جدا، لكن نكون واقعيين شوي. لكن إذا لم يسمح لك بالعمل، مشكلة السوريين ما في حل لمشكلة السوريين إلا يعيشوا في بلدهم كرامة وبأمان، والحل الأدنى هو المنطقة الآمنة اللي عم تقترحها تركيا. هاي الدول اللي عاملة حالة ثانية وهي كذابة. لو كانوا صادقين حد الأدنى يقول لك أنا موافق على المنطقة الآمنة اللي طلبتها تركيا واللي طلب الأردن، يصيروا السوريين في بلدهم، يصيروا على الأقل الواحد ما له كرامة إلا في بلده. طيب الحل الثاني إنه أعطينا 10 صواريخ مضادة للطائرات بحل نص المشكلة. هذا الكلام لم يفعل الطبيعي الإنساني هو إسقاط النظام. لم يفعل جميع هذه الحلول. لو فعلت لرأيت السوريين يعودون إلى بلدهم، لا أحد يعني صحيح. لا أحد من السوريين يعني يتمنى أن يذهب إلى بلد غير بلده، هذا معلوم لدى الجميع. لكن أن تضيق على السوريين في بعض البلدان وأن تمنعهم من العمل، وأن أيضا تقوم المفوضية بالتضييق عليهم وتمنع عنهم المساعدات، فمن حق الأشخاص أن يذهبوا باتجاه بلدان أكثر أمنا تعطيهم بعض الحقوق. تأكيدا لكلامك، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والدول التي تستقبل اللاجئين السوريين يلاحظوا أن اللاجئين السوريين بيرجعوا لسوريا لمجرد تحسن الوضع قليلا في بلده. يعني أهل درعا شوي يتحسن الوضع بدرعا بيرجعوا، لدرجة أنه أحيانا دول المستقبلة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول لهم على مهلكم، يعني بترجعوا بسرعة زيادة عن اللزوم. نفس الكلام في شمال سوريا. فإذا هم مرتبطين بوطنهم ارتباط كبير جدا، وبس بدهم الحد الأدنى من الأمان بس يخلصوا من البراميل المتفجرة. هذا هو الحل. وإذا كان من نطالب بفتح الحدود يروحوا السوريين إلى أوروبا ودول الخليج العربي ونأمنهم حاجة حلوة في كل الدول، هذا مساعدة كبيرة للنظام، لأنه هو بده يفضي سوريا من أهلها. طيب أستاذ محمد عويد، الآن كما سمعنا إلى الأستاذ أحمد كامل، مش مشكلة هناك مشكلة في اللجوء أصبحت الآن، يعني القاصي والداني الآن يريد أن يهاجر إلى أوروبا، يعني أصبحت موضة. نعم جميل محمد، يعني الحقيقة هي ليست موضة. إذا تذكرنا وجع السوريين عبر 5 سنوات، أنا أضم أيضا صوتي لصوت الأستاذ أحمد كامل، بمعنى لو كان هناك حظر طيران فقط في المناطق الجنوبية ومناطق الشمال لغدت مناطق الجنوب والشمال أهم من هنغاريا اقتصاديا وشعبيا، لا أحد من السوريين راغب بهذا الطريق، طريق الموت. لا أحد من السوريين راغب بهذا الشتات، لا أحد من السوريين راغب بهدر كرامتي وكرامة أسرتي. لكن أمام يعني موت يومي للسوريين يتعرضون له، 5 سنوات لم يتحرك المجتمع الدولي، يعني كيف نستطيع أن نطلب منهم أكثر مما تحملوا؟ أنا أعتقد أن طبيعي الشكل إذا لا يريد هذا المجتمع الدولي وقف المجرم بشار الأسد عند حدوده، وإنها من حق المجتمع الدولي ومن واجب السوريين على المجتمع السوري أن يفتح أبوابه مشرعة أمام الجميع. هذا يعني الحد الأدنى، أن تبقى الناس على الحياة، ليس مطلوب منها أن تموت وتقدم مزيد من الشهداء في ظل غياب أي استراتيجية واضحة. محمد لو سمحت أريد شهادات من حولك.
نعم معي أحد الشباب من حمص وأيضا بجانبي أحد الأخوة من السوريين القدامى هنا في هنغاريا. نعم أنت حتى نبدأ تفضل. فقط استاذ يعني أود أن يحدثونني عن معاناتهم، كيف توجهوا، من أين، كيف عوملوا أيضا من قبل السلطات المجرية؟ نعم سأعطي الصوت لفرج وهو من حمص، وإذا تكرمت أجعيد عليه السؤال. فرج. ألو. فرج أهلا بك في ملف اليوم السابع. بداية لو تحدثني عن كيف انتقلت إلى المجر، ما هي المعاناة، كيف استقبلتكم السلطات هناك، وأين أنتم متواجدون الآن؟ احنا يعني نحن وصلنا المجر منذ 3 أيام. طبعا اتجهنا إلى من اليونان إلى صربيا إلى الحدود المقدونية، ثم دخلنا المجر. يعني كانت معاناة، أسوأ معاملة يعني معاناة يعني لا توصف. يعني دخلنا يعني بالطيران، صاروا يلحقونا بالطيران من وسيارات الشرطة، والضرب والشتائم والمسبات، وضربوا النساء، حتى الأطفال ضربوها. من يعني معاناة يعني الأساتذة الكرام، قناة أوريان تطورت وشافت معاناة السوريين في يعني في نساء ولدت تحت الجسر. فرج يعني 10,000 شخص موجودين. تفضل. من الذي قام بملاحقتكم؟ الشرطة المجرية. طيب الهنغارية، طبعا الشرطة الهنغارية. طيب كيف وصلتم إذن؟ وصلنا عبر 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 مهربين. طبعا لا يعني انت ما فيك تمشي، ما بتعرف شيء، بدك مهرب، والمهربين عم يستغلوا الناس استغلال عجيب. يعني ما فيك توصل انت مكان من دون مهرب. طيب عندما يعني وصلتهم بيفتحوا لك المجال اولا. يا اخي الكريم، هم بيفتحوا لك المجال، تدخل اراضيهم، بعدين ببلشوا الضرب فيك، بعدين بيسلموك للمهرب. يعني هم متفقين اصلا، هم والمهربين متفقين سوا. طيب عندما وصلتم، كيف تعاملت معكم السلطات؟ لن نرى يعني أسوأ معاملة يا أخي الكريم. معاملة ماذا؟ لا طعام، حتى الحمامات الموجودة في محطة الترامواي تبع القطار الخارجي أغلقوها على السوريين. أنت مضطر تفوت الحمام بيورو ونص. نحن نتفاجأ بتجار سوريين، جزا الله هم كل خير، هم اللي عم يقدموا المساعدات، عم يجوا يغطوا الناس وهم نايمين، عم يقدموا. طيب الأكل. يا سيدي، الطعام. بعدين يا سيدي، عندما يعني عندما يسمع الشخص الطبيعي ما يحدث من قبل السلطات المجرية أو الهنغارية حتى للسوريين، يعني يقول البعض أليس من الأولى إن بقيتم في تركيا؟ لماذا تذهبوا إلى الذل؟ احنا لم نذهب الى الذل يا اخي الكريم. يا سيدي انظر كيف يعاملون، انظر كيف يعاملون اللاجئين يا اخي الكريم. اين المجتمع الدولي من هذا الكلام؟ انت عم تحكي لماذا لا ابقى في سوريا؟ اين المجتمع الدولي من بشار الاسد بعد 5 سنوات؟ يعني بشار الاسد دمر سوريا بالكامل. اين المناطق العازله التي وعدوا فيها منذ عام؟ اين هي؟ اعملوا لنا مناطق عازلة. انت بتشوف سوريا، خرج برا سوريا، ما سوريا اجمل بلد عربي، هي اجمل من اوروبا كلها. طيب استاذ احمد كامل، استمعنا الى شهادة احد المواطنين. تفضل كريم، عندي نداء اخير بس اذا سمحت. عبر قناة اورينت، انتم القناة الحرة المعروفة عنكم، انتم احرار يعني، بس انا بوجه نداء بس الى الائتلاف اللي عامل حاله ائتلاف، بس الفرجين، بس شخص واحد منهم يتشرف ويقول للسوريين انا من الائتلاف. بس نحن صرنا هون 6 أيام وقبلنا نرفع 6 أيام، ما شفنا الا السفيره الفلسطينيه. حتى عيب عليهم، هم قاعدين بالفنادق ما عم يشوفوا السوريين شو عم يصير فيهم. طيب استاذ احمد، يتحركوا بس شوي. موجودين عندك، موجودين. طيب موجودين عندك في هنغاريا. يا تفضل استاذ احمد. موجودين عندك في هنغاريا، دور عليهم، موجودين عندك في هنغاريا. طيب استاذ احمد، في وفد
في وفد من الائتلاف من 6 أشخاص موجود عندك في هنغاريا. طيب أستاذ أحمد، يسأل البعض صورة الطفل السوري ألان الكردي التي هزت العالم طبعا وأدت إلى تغيرات عميقة. طبعا كان هناك صورة هزت العالم أيضا وأوقفت حروبا، هي صورة الطفلة الفيتنامية كيم فان التي ظهرت في الصور عارية تماما وهي تجري منطلقة في اتجاه الكاميرا وهي تصرخ من احتراق جسدها من الخلف بفعل القوات الفيتنامية الجنوبية، حيث قامت الطائرات بالتنسيق مع القوات الأمريكية بقصف قريتهم بقنبلة نابال بعدما احتلتها القوات الفيتنامية الشمالية، وأدت تلك الصورة إلى وقف الحرب في فيتنام. السؤال الآن، هل من الممكن أن تؤدي هذه الصورة التي لن تقل أهمية عن صورة هذه الفتاة الفيتنامية في إيقاف الحرب السورية؟ أتمنى ذلك، ولكن عندي شك كبير أنه في قدر كبير من النفاق. حتى الآن ما سمعنا ولا كلمة حقيقية، حتى الآن ما سمعنا حتى يقول أنه النظام هو السبب، يقولوا الدول العربية هي السبب، لأنه ليش ما عم تاخذهم؟ وهذا يعني كثير وابعاد الموضوع عن هدفه الحقيقي. بيقولوا اوروبا هي المتوحشه اللي ما عم تقبل العالم، وهذا كمان صغير وحرف للموضوع عن اساسه. حتى الان ما سمعنا حدا عم بيقول النظام هو السبب، ما سمعنا. إن في اوروبا انما التنظيم، تنظيم الامم المتحده، تنظيم الدوله فقط. بيقولوا تنظيم الدوله، بيقولوا دول الخليج، وللاسف كثير من السوريين منساقين بالطرشه عم بيسبوا دول الخليج، سبوا الائتلاف، وعم بيسبوا الدول الأوروبية. المشكلة ليست دول الخليج ولا الائتلاف ولا الدول الأوروبية، وإنما المشكلة النظام ومن يقف مع النظام. طيب أنتقل إلى محمد العويد. محمد، ربما بعد قليل يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في لوكسمبورغ للبحث في أزمة المهاجرين. ما هو المؤمل من هذا الاجتماع، وهل يمكن أن يحدث ذلك تغيرا وانفراج في أزمة اللاجئين؟ صراحة زميل محمد، يعني واضح أن الأجواء هي يعني أخذ ورد، بمعنى ليس هناك نتائج فعلية على الأرض، هي مباحثات خاضعة يعني لمتغيرات. شهدنا أمس مطالب فرنسية، ألمانية، إيطالية لتعديل قانون اللجوء بأوروبا واتفاقية دوبلن للاجئين، وهذه تأخذ وقت يعني أمام حالات إنسانية صعبة بالآلاف هنا في بودابست وفي مقدونيا وفي اليونان وفي تركيا. الأمر يعني بمعنى أنه إنساني ملح، بينما في السياسة تعرف أنت أنه يأخذ وقت طويل، ليس هناك قرار يعني سريع المفاعيل على الأرض. ما يعني موقف الهنغاري لم يتغير حتى اللحظة، ولا نلمس أي بوادر للانفراج، رغم يعني اللقاءات السابقة مع رئيس المفوضية العليا للاجئين بالاتحاد الأوروبي، رغم يعني كلام المستشارة الألمانية ميركل، رغم الموقف الفرنسي والتجاذبات الفرنسية مع الحكومة الهنغارية، لكن الموقف الهنغاري واضح أنه لم يتغير. ربما ما خلف الكواليس قد تنجم مباحثات غدا، لكن القراءة الأولية أعتقد أنها مستبعدة حدوث انفراجات حقيقية. محمد العويد، موفد أورينت إلى بودابست، والأستاذ أحمد كامل الصحفي السوري، شكرا جزيلا لكما. بات مقاتلو تنظيم الدولة على بعد 3 كيلومترات من مركز العاصمة السورية دمشق ذات شنه هجوما واسعا على حي القدم في محيط العاصمة. في غضون ذلك قالت تقارير إعلامية بأن الطيارين الروس باتوا في سماء سوريا، وذلك على الرغم من النفي الروسي لتقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية عن تسلم دمشق طائرات ميك متطورة من روسيا. التفاصيل أوفى في سياق التقرير. فيما لا يبعد عناصر تنظيم الدولة عن دمشق سوى 3 كيلومترات، ترتفع أصوات ترانيم التدخل الروسي الإيراني في سوريا ضمن تحالف موحد ولا يتظلل بمظلة التحالف الدولي ومغير له.
صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية ذكرت أن السلطات الروسية بدأت بالتدخل العسكري في سوريا، وذلك في نشر كتيبة جوية في قاعدة روسية لشن غارات جوية ضد تنظيم الدولة في سوريا، وهو ما صدقته صور نشرت منذ أيام على مواقع إلكترونية تظهر طائرة هبطت في مطار باسل الأسد باللاذقية وقيل أنها روسية. وأضافت الصحيفة أن ذلك يجري بموافقة واشنطن. وكشف أليكس فيشمان محلل الشؤون العسكرية بالصحيفة في مقال بعنوان الروس في سماء سوريا أن الطيارين من سلاح الجو الروسي سيبدأون تنفيذ طلعات في سماء سوريا في الأيام القريبة المقبلة مستخدمين مروحيات قتالية ومقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي ضد أهداف تنظيم الدولة في المنطقة وفصائل وجماعات إسلامية كجبهة النصرة. التقرير كشف أن مؤشرا جديدا يظهر موافقة ضمنية أمريكية على بقاء النظام السوري، وذلك من خلال صمت أمريكي على هذا القرار وعدم إبداء أي تعليق. اختلاط الأوراق هذا سيحقق أدوارا جديدة لتحالفات إقليمية ربما قد تحقق مبتغاها، في حين يبقى السؤال مطروحا لماذا كان هذا التحالف الإيراني الروسي على ضرب تنظيم الدولة الآن، في حين كان لتنظيم الدولة في سوريا 3 سنوات وقد سيطر على مناطق واسعة من سوريا فضلا عن اقترابه من العاصمة دمشق. محللون يرون أن الروس والإيرانيين يريدون الإبقاء على دور النظام والميليشيات التي تسانده ومحاولة ذكره وذكر مؤسسة الجيش في محاربة الإرهاب في كل مناسبة واجتماع، وذلك من خلال تقويته بالضربات الجوية والتنسيق معه على الأرض، أي بمعنى حرب بالوكالة ضد الثوار والفصائل التي تساندهم كجبهة النصرة وحركة أحرار الشام. قرارات ومستجدات قريبة قد تتبلور على الأرض ولا يعرف ختامها والإقرار بها سوى بعد معرفة أبرز التطورات التي ستحدثها زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ووزير دفاعه إلى واشنطن، حيث أن هذه الزيارة تعتبر هامة وخاصة بعدما أفاده المركز الأمريكي للأبحاث في واشنطن بأن المملكة بدأت تفقد الثقة بإدارة أوباما يوما بعد يوم، خاصة بعد تلكؤها وعدم مبادرتها بشن ضربات جوية ضد النظام السوري. فيما يرى محللون أن هذه الزيارة تؤكد مدى التفاهم الأمني والاستخباراتي واتفاقهما على أنه لا مكان للأسد، وأن السعودية مصرة على ذلك في كل مواقفها وتصريحاتها، وخاصة التصريح الأخير الذي أبداه جبير بأن الأسد سيخرج بعملية سياسية أو عسكرية، وهو ما يوضح أن الاتفاق الإيراني الروسي على التدخل في سوريا لن تجابهه السعودية وحلفائها بالصمت. للحديث حول هذا الموضوع رحب بضيوفي معاوية حمزة الناطق باسم اتحاد تنسيقية الثورة في دمشق وريفها، والأستاذ مروان شحاد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، والأستاذ رضوان زيادة مدير المركز السوري للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك معاوية، اشتباكات بين تنظيم الدولة والثوار في أحياء العاصمة دمشق، انقل لنا الصورة. نعم، حياكم الله. بداية بالنسبة للاشتباكات في حي القدم الدمشقي، اندلعت الاشتباكات يعني بعد محاولة اغتيال لأحد القادة في الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وهو في حي القدم الدمشقي. أتت هذه الاشتباكات بعد هروب منفذي العملية والقاء القبض على واحد منهم وهروب الثاني إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة في حي العسالي القريب من حي القدم والمتاخم له. هذا الأمر يعني أدى بالثوار إلى المطالبة، مطالبة تنظيم الدولة بهذا المجرم الذي حاول اغتيال قادة الثوار في حي القدم، لكن لا. تنظيم الدولة رفض ذلك. بدأ بعد ذلك بحملة على حي القدم الدمشقي، حاول من خلالها السيطرة على هذا الحي، حاول من خلاله يعني إرهاق الثوار الموجودين في هذا الحي بعد أن كان يعني في فترة حصار من قوات النظام. يأتي تنظيم الدولة ليحاول السيطرة على حي القدم الدمشقي بشكل يعني مفاجئ جدا للثوار، لكن الثوار سرعان ما استطاعوا لملمت أوراقهم وصد الهجوم الذي كان من تنظيم الدولة، وارتقى 7 شهداء من الثوار الموجودين داخل هذا داخل حي القدم الدمشقي في أول يومين، وارتقى 2 في الأيام الأخيرة من هذه الحملة. استطاع الثوار أيضا قلب موازين المعركة بصد الهجوم والانتقال إلى من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على تنظيم الدولة الذي بدأ بهجومه على حي القدم الدمشقي. نعم معاوية، كيف ينشط عناصر التنظيم في أحياء العاصمة؟ نعم، بالنسبة لأحياء العاصمة نحدد أنهم في الأحياء الجنوبية فقط، مخيم اليرموك، العسالي، إضافة إلى الحجر الأسود. هذه المناطق هم مناطق يعني بالأساس كان مركز قوتهم ومركزهم ومربعهم الأمني في منطقة الحجر الأسود بعد الاشتباكات مع جيش الإسلام في العام الماضي. بعد أن تم طردهم من الغوطة الشرقية تمركزوا في حي الحجر الأسود، استطاعوا بعد ذلك لملمت أوراقهم أيضا
والانطلاق نحو عمليات يعني عسكرية ضد الثوار وضد قوات النظام على حد سواء، يعني أن التنظيم يرى أن الثوار والنظام عدو واحد لا فرق بينهما. هذا الأمر يعني أدى بالتنظيم إلى الهجوم على مقرات الثوار إن كان في مخيم اليرموك أو في منطقة حي القدم مؤخرا. أنتقل إلى الأستاذ رضوان زياد. أستاذ رضوان، بعد كل هذه التغيرات الحاصلة في العاصمة دمشق وقرب تنظيم الدولة من مركز العاصمة، هل تعتقد بأن روسيا فعلا جادة في موضوع قصف مواقع التنظيم؟ يعني بالتأكيد كسوريين لدينا شكوك كبيرة حول أي خطوة روسية في هذا الإطار تقوم بها، وخاصة فيما يتعلق أنها كانت دائما تستخدم كل زيارات المعارضة التي تقوم بها إلى موسكو من أجل التغطية على فيتو يستخدم في قرار مجلس الأمن أو صفحة أسلحة جديدة تمررها إلى نظام الأسد، وبالتالي الثقة في موسكو بكل تأكيد ليست فقط معدومة، وإنما تأكد لنا من خلال الوقائع ومن خلال تسلسل مجريات الأمور أن موسكو تستغل كل فرصة من أجل دعم نظام الأسد بالأسلحة والسياسية. نعم. وبالتالي أنا لا أستبعد تماما طبعا زيادة المساعدات العسكرية تحت غطاء محاربة داعش إلى نظام الأسد، لكن بنفس الوقت أستبعد في الوقت الحالي ربما مشاركة روسية فعلية رسمية إلى جانب قوات نظام الأسد من أجل محاربة داعش دون أن يكون هناك إطار دولي لهذا التحرك. وبالتالي يعني بكل تأكيد هذه التقارير تثير ريبة مجددا حول النية الروسية في التدخل ولو بشكل علني لصالح نظام الأسد، وبنفس الوقت علينا لا أتوقع أنه حتى لو حدث تغير في الموقف الأمريكي، الولايات المتحدة أعتقد أنه أصبح موقفها واضحا أنه ليس لديها الرغبة في التورط عسكريا في أي بلد من بلدان الشرق الأوسط. حتى ولو قررت القيام بذلك ربما تقوم بعدد من الخطوات في العراق قبل أن تقوم بذلك في سوريا. طيب أنتقل إذن مستمعينا إلى الأستاذ حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعة الإسلامية. أستاذ حسن، مرحبا بك معنا في ملف اليوم السابع. بداية، قرب تنظيم الدولة من العاصمة السورية دمشق، بعض المحللين يقولون بأن وصول التنظيم إلى هذه النقطة الخطيرة في الصراع المسلح عنصر ضاغط الآن على أطراف الصراع للجنوح نحو الحل السياسي، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا أعتقد، يعني أعتقد أن هناك معضلة كبيرة بغض النظر عن عامل تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم داعش الأمور القلة، طالما كانت رسائل معارضة عديدة منطوية في إطار سواء الجبهة الجنوبية وهي أكبر تجمع أو إطار الجيش الحر، كان هناك رغبة في التوصل إلى حل سياسي، لكن على الأقل في وفق مقررات جنوب واحد، على الأقل هي انتقالية يكون الأسد ليس له نصيب فيها. لكن نعلم أن جميع هذه الأمور معقدة، الإيراني وحلفاء النظام سواء الإيرانيين أو الروس يتمسكوا في نفس ذات الأطروحة بغض النظر عن الطريقة، الربط بين الأسد والنظام أو محاولة تفكيك واستحالة الأمر. ربما تنظيم الدولة هو فقط ربما يفضح طبيعة هذا المجتمع الدولي الذي هو لا يرغب بوجود حل أو لا، يعني لا يتخذ إجراءات محددة في التوصل إلى حل سياسي. لو كانت هناك رغبة لتم دعم هذه الفصائل المعارضة المعتدلة على الأقل في هذا لكن نعلم أن البرنامج القوة الجديد الذي قامت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تدريب قوى المعارضة المعتدلة كان فشلا ذريعا. بعد أكثر من عام لم يتمكنوا من أكثر من 60 معارض. هذا يعني أستاذ حسن، هو فشل ربما لأن الشروط واضحة، قتال تنظيم الدولة أولا ثم الانتقال بعد ذلك إلى نظام الأسد. لا يوجد هناك أبدا، لا يوجد في الخطة الأمريكية على الإطلاق أن هناك مرحلة أخرى للأسد، هناك فقط شرط واحد ووحيد في إطار برنامج التدريب الأمريكي هو مقاتلة تنظيم الدولة وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك قد يؤدي
هذا الأمر إلى الدخول أو الضغط على النظام السوري في موضوع مفاوضات، بمعنى الرؤية الأمريكية لا، رؤية واضحة تماما، ليست على الرغم من حديث أوباما المتكرر سواء سابقا حول مواضيع الخطوط الحمر وعدم شرعية النظام وأنه ليس له أي مستقبل، كل هذا الحديث لا يوجد له أي صرف على الإطلاق في الواقع، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية نعلم بأنها قد على مدى سنوات كان قد منعت من حصول المعارضة حتى المعتدلة التي هي مدعومة من بعض الدول الإقليمية كتركيا وقطر وحتى السعودية في إطار جيش الفتح بأسلحة نوعية. إذن هناك مشكل كبير في التعامل مع الملف السوري، وهناك نوع من النفاق والملق والازدواجية المعايير في التعامل مع هذه القضايا. طيب أستاذ حسن، البعض يسأل وهذا سؤال طرح كثيرا ربما، أنه هل تجرؤ روسيا على قصف مواقع تنظيم الدولة في سوريا والجميع يعلم بأنها متخوفة أيضا من عناصر التنظيم في القوقاز؟ لا شك بأن شهدنا الرئيس الروسي قبل ساعات حتى هو يؤكد على أن موضوع يجب حول موضوع الإرهاب، بمعنى هناك غياب كامل لموضوع المسألة السورية ومستقبل هذا الشعب اللي تعرض للقتل والبراميل المتفجرة واستخدام حتى الأسلحة الكيماوية والمحرمة. وبالتالي ما يهم الروس هو نعم صحيح أحد أجزاء هذه ودمج ملفاتها الداخلية الخاصة بما يسمى الجوار القريب، سواء متعلقة بالشيشان ومنطقة القوقاز أو حتى آسيا الوسطى التي نعلم أنهم يشكلون أحد الجنسيات الفاعلة في إطار تنظيم الدولة، وحتى بعض أجنحة المعارضة في إطار جماعة أنصار الدين أو جيش المهاجرين والأنصار. هذا قلق كبير، لكن المشكل أن كل هذه هي عبارة عن الشجرة التي تخفي الغابة. هناك مشكل سوري كبير، لا يوجد هناك أي إجراء حقيقي دولي، داعمين نظام من الروس والإيرانيين ماضون مع هذا النظام، لكن الحقيقة ما يسمى أصدقاء سوريا اكتفوا بالحديث والكلام ويتذرعوا الجميع بتنظيم الدولة. حتى لو زال تنظيم الدولة عن الوجود لا أعتقد أن هناك جدية دولية وإقليمية في التخلص من هذا النظام. أستاذ رضوان، الآن كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه التطورات؟ وصحيفة التايمز أكدت وجود عربات مصفحة حديثة وجدت في مناطق يسيطر عليها النظام. يعني المتحدث باسم الخارجية الأمريكية البارحة عبر عن ما يسمى قلقه من التقارير التي تحدثت عن الرغبة الروسية في زيادة مساعدة العسكرية لنظام الأسد، وبنفس الوقت ترحب بالمشاركة الروسية في الحرب ضد في الحملة الدولية أو ما سماها الحملة الدولية ضد تنظيم داعش. وبالتالي تاريخيا الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتعامل بإيجابية مع أي تواجد عسكري في أي منطقة، وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في أوروبا أو في أي منطقة في العالم، وتعتبر جزء من هذه القوات أنه دائما تخرج عن المصالح الأمريكية بشكل أو بآخر. لكن هل الولايات المتحدة إذا ما ثبتت هذه التقارير مستعدة للقيام بعمل عسكري مضاد؟ لا أتوقع ذلك، هي لم تقم بذلك في أوكرانيا على سبيل المثال، بالرغم من العلاقة العميقة بين أوكرانيا وتأثيرها على الدول الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة. لكن وبالتالي هناك شكوك كبيرة في هذا الإطار. أستاذ رضوان، ربما هناك من يضغط الآن، الملك سلمان سيلتقي الرئيس الأمريكي اليوم، ومن المعلوم بأن السعودية تركز كثيرا على نظام الأسد وضرورة محاربة هذا النظام وترك تنظيم الدولة جانبا، هكذا بعض السياسيين السعوديين يتحدثون الآن. يعني هناك خلافات كبيرة بين السعودية والولايات المتحدة في إطار التعامل مع القضية السورية. الأولوية بالنسبة للسعودية هي التخلص من نظام الأسد وبدء مرحلة انتقال سياسي. بالنسبة للولايات المتحدة التركيز طبعا هو على تنظيم داعش، وبنفس الوقت تكرار الكلام العجوف فيما يتعلق بضرورة بدء عملية انتقالية سياسية في سوريا. هل يستطيع الملك سلمان تغيير الموقف الأمريكي؟ لا أعتقد ذلك. يعني الرؤية العامة للسياسة الأمريكية
هي طبعا بعد ما حدث في العراق وأفغانستان هو سحب القوات الأمريكية من هذه الدول، وبالتالي عدم تورط مرة أخرى في منطقة أخرى في الشرق الأوسط. هل تستطيع بشكل رئيسي الدعوة؟ أعتقد أنه كانت من أجل الحصول على دعم سعودي علني فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي إذا لم تستطع إذا السعودية ربما تستطيع المفاوضة في هذه الورقة، أنه ممكن أنا أقدم الدعم العلني للاتفاق النووي مع إيران من أجل تخفيف حدة الضغوطات على الرئيس الأمريكي في الكونغرس. مقابل ذلك يجب أن يكون هناك شكل من أشكال التحرك الأمريكي في الملف السوري. هل يتم الاتفاق على تفاصيل ذلك؟ يعني علينا أن ننتظر. هذا ما ستكون عليه الساعات القليلة المقبلة. شكرا جزيلا لك الأستاذ رضوان زيادة، مدير المركز السوري للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر ضيوفي الأستاذ حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، ومعاوية حمزة الناطق باسم اتحاد تنسيقية الثورة في دمشق وريفها. قدم المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن ديمستورا تصورا للحل في البلاد، مقترحا عملية سياسية من 3 مراحل تغفل مصير رأس النظام بشار الأسد صراحة، لكنها تبقيه حاضرا بين ثناياه. معلومات أكثر عن الخطة في التقرير. إلى دمشق لم يصل المبعوث الأممي ستيفن ديمستورا، أو أنه وصل سرا. إلى دمشق وصل تسريب عما كان يحمله الرجل في جعبته، وثيقة للحل السياسي أو خارطة طريق من 3 مراحل. التسريبات نقلتها صحيفة الحياة اللندنية، التي كشفت أنها حصلت على وثيقتين تتناول الأولى مسودة إطار تنفيذي للحل السياسي، والثانية تتناول آلية عمل المجموعات 4 السورية التي ستشكل في غضون شهر. أما الوثيقة المعنية بالحل السياسي فأبرز ما كشفت عنه هو غياب أي إشارة لدور أو مصير بشار الأسد، وفي تفاصيلها أن تدشن المرحلة الأولى بالوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، يليه تعاون القوات المقاتلة المتقاتلة عدا ما سميت بالفصائل الإرهابية، تتعاون جميعها على معالجة الوضع الأمني وصولا إلى تشكيل سلطات حكم انتقالية، بمعنى آخر تتولى مهمة الحرب على الإرهاب بالمفهوم الذي دعا إليه بشار الأسد. أما المرحلة الثانية وهي المرحلة الانتقالية، تبدأ بإنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية التي ستتمتع بسلطات مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، لمناقشة هذا الموضوع رحب بضيوف الدكتور كمال أبواني المعارض السوري والأستاذ منار رشواني الكاتب الصحفي. أبدأ معك دكتور كمال، ما هي أبرز ملاحظات المعارضة السورية على مبادرة ديمستورا؟ يعني في تقدم حقق ديمستورا إلى حد ما في مقاربة المشكلة السورية، لكن يبقى بعيد جدا عن تحقيق طموحات الشعب السوري. الشعب السوري ينظر لقضية النظام على أنه مجرم، يعني قضية العدالة مهمة جدا، لا يمكن التعامل مع مجرم ارتكب كل هذه الجرائم. ديمستورا إلى الآن يتجنب الخوض في هذه القضية، مع أنها هي القضية أساسية. نعم، هو يتجنب الخوض نتيجة الظرف الدولي، لأن الروس رافضين مطلقا البحث في مصير الأسد قبل أن يضمن البديل. اللعبة صايرة أنه أغفل هذا الموضوع إغفالا تاما. أنا رأيي الخاص يعني أنه إذا أراد أن ينجح ديمستورا فيجب أن يبدأ ليس من المعارضة وليس من الحوار، يجب أن يبدأ من الداخل بإجراء إصلاح سياسي في سوريا يريح قيادة النظام الحالي ويستبدلها بقيادة أخرى تعلن وقف إطلاق النار، ثم يبدأ التفاوض. هكذا يمكن أن تسير الأمور بسهولة ويسر، ولا نحتاج إلى كل هذا الجهد وكل هذا الوقت. وهذا نعم، قادرين عليه الروس والإيرانيين وغيرهم، قادرين يعملوا إذا هم جديين في الحل. أما أنه يجمعوا النظام المجرم مع المعارضة التافهة التي ليس لها دور، فهدول ما رح يعطوا حل ولا رح يعطوا شيء ولا رح يأسوا على الأرض. هذا يعني استمرار الأزمة، وهي المشكلة لسه ما فهمها في ترتيب الأولويات. يعني مش كيف ما صفت مع ديمستورا
ترتيب المراحل، أي مرحلة قبل أي مرحلة أخرى. إذا أراد أن يوصل، نعم دكتور، هو تحدث عن يعني مراحل تسير بشكل متساوي، يعني حتى يضمن، يعني حتى يضمن عدم الفشل كما حدث في جنيف. لا يصلح البدء من جيران وحوارات لجان، هذا لا يصلح، هذا كلام طويل، والنظام سيعرقل والإيراني سيعرقل والأمور على الأرض ستعرقل، هذا الموضوع لا يصلح. النقطة الأساسية، يجب أن يوجد في دمشق سلطة توقف إطلاق النار، هذا مهم جدا، وتوقف الحصار عن الناس وتفتح تدريبات إنسانية. الحل يبدأ من هنا، بشار أسد بيمشي بيجي بديله ناس من عندهم، هم نفسهم ما بدنا نشارك بالحكم ولا شيء، هم بيطلعوا بيقولوا نحن توقفنا عن القتل، نحن بنقول نوقف إطلاق النار من جهتنا ونبحث بمستقبل سوريا وبسلطة انتقالية. قبل نعم. هذا أنا بعتقد كل الخيارات وكل الطروحات ما تزال بعيدة عن الواقع، وطبيعي للوقت. لكن البعض متفائل دكتور. أنا رأيي أنه إلى حد ما هناك جهد دولي أوسع وأحسن، والخلاف الدولي انتهى، الروس بلشوا يقبلوا أنه في النهاية بشار أسد ليس له دور، وروسيا ممكن تلعب دور في هذا إذا السعودية دفعت لها للدنيا، يعني روسيا تبتز السعودية لترفع ثمن الأسد يعني مش أكثر، لأنه صار في تغير في التحالفات الدولية، الإيراني أصبح صديق ومعتمد من قبل الغرب، وبالتالي شعر الروس انه الايرانيين باعون، شعر السعودي انه الغرب باعهم، فصار في نوع من انواع تغير في هذه القوى. الروسي ليس له مصلحه في تفصيل سوريا، ليس له مصلحه في الاحتلال، يعني ممكن يكون الدور الروسي افضل من الدور الايراني، ممكن اذا صار تعاون عربي روسي جدي حقيقي ممكن نحن ننتج وحده سوريا وننتقل بالتدريج الى استعادة اللحمة الوطنية، لكن هذا لا يعني أن نتوحد جميعا لنقاتل المتطرفين، التنظيم تطرفوا نعم. تطرفوا لأسباب يمكن إزالتها واستعادتهم، والتعامل مع التطرف يجب أن يكون تعامل لين ومرن. طيب أنتقل إلى الأستاذ منار. أستاذ منار، ألا تعتقد بأن ديمستورا سيواجه الكثير قبل أن يكون هناك قناعة بضرورة دعم مسائل الأمم المتحدة؟ يعني هو يحاول الآن جاهدا أن تتفق القوى الإقليمية على ضرورة الحل في سوريا. يعني حقيقة هي المعضلة الأساسية هي مسألة مصير الأسد، لكن لدينا أيضا معضلة أخرى وهي الموضوع التغيير الديموغرافي التي بدأته إيران. يعني موضوع إيران وسوريا ليس يعني ربما في حال روسيا مسألة حفظ ماء الوجه الروسي، وأنا أتفق أن روسيا أصبحت على قناعة أنها لن تستطيع الوصول لحل يحمي مصالحها بوجود بشار الأسد، وكل يوم تأخير هو يؤثر على المصالح الروسية باعتبار أن روسيا لا تبالي بالضحايا ولا بتدمير سوريا، وإيران أصبحت هي صاحبة اليد السوية. أيضا من ناحية أخرى هذه المسألة مسألة غياب مناقشة القضايا الرئيسية، إذا افترضنا أنه فعلا يعني مسألة السؤال إذا كان سيواجه مشكلات، المشكلات ليست على مستوى القوى الإقليمية فقط، وإنما المشكلات أيضا إذا كانت القوى الإقليمية فعلا هي صادقة في التصدي بتنظيم داعش والتصدي للإرهاب ومنع تفكيك سوريا، فلا بد، وهنا التناقض الذي يقع فيه كل اللاعبين الدوليين المؤيدين لبشار الأسد، لا بد من طمأنة الناس على الأرض وهم الثوار أن البديل لن يكون مجرد استغلالهم لحين قتلهم مرة أخرى أو يتم استغلالهم لسيطرة إيران على الدولة السورية. نعرف جميعا بشار الأسد اعترف فيها بخطابه الأخير أنه ليس لديه مقاتلين، بمعنى أيضا أن التصدي لداعش والتصدي للتنظيمات الإرهابية بشكل عام لابد أن يكون قوامهم الثوار السوريين القادرين اللي هم أهل البلد القادرين على التصدي للدخلاء أيا كان، ويجب أن يضاف لهم أيضا حزب الله وليس فقط تنظيم داعش، كل غريب على الأرض السورية يجب أن يغادرها. وبالتالي عندما طالما لا يتم الحديث بطريقة تقنع المواطن السوري والثائر السوري لمصيره في حال المضي بأي عملية تسوية، ناهيك عن أنه وكأنه الإبقاء بشار الأسد لأي مرحلة هو نوع من الصفح عن كل جرائمه حتى لو لأسباب بروتوكولية، لكن الأهم حتى من وجهة نظر دولية وبعيدا عن البعد الإنساني السوري، طالما لا نستطيع إقناع الثوار السوريين بتصويب سلاحهم نحو داعش
مطمئنين أن لن أن يطلق عليهم الرصاص من الخلف الآن أو في مرحلة لاحقة ستفشل كل الخطط، وهي خطط مآلها ليس فقط عدم القدرة على التصدي لداعش، بل ربما إمداد داعش بمزيد من المقاتلين. طيب دكتور كمال، اليوم تحدث بوتين وقال بأن الأسد مستعد لتقاسم السلطة مع المعارضة، إذن هناك تشبث بالحكم من قبل نظام بشار الأسد، وكأنما الخطة يعني ستفشل، وكأنما روسيا أيضا مصرة على موقفها. يعني هذا أنا بتصوري الروسي بيفهم تماما أنه هو يبتز السعودية ويبتز العالم، لا يريد أن يتراجع قبل أن يضمن مصالحه. الموضوع انه الاسد يتقاسم السلطه مع المعارضه، لا حيلاقي معارضه على نمرته مجرمه مثله يتقاسم معها السلطه. لا يوجد من يقبل فيه كرامه، من يقبل ان يضع يده بيد هذا المجرم الذي قتل وشرد والى اخره. هذا الموضوع منتهي اخلاقيا ومنتهي حقوقيا ومنتهي، وهم يفهمون ذلك، لكن هم يريدون الازعاج ويريدون التاكيد ويبتزوا من هنا ويبتزوا من هناك. يعني الاسد بيدفع لهم مصاري، الإيراني بيدفع له المصالح وإلى آخره. الروسي بده شغلتين، بده ضمان اتفاق الغاز أن يبقى ساريان، بده ضمان اتفاقية الساحل، اتفاقية الميناء أن تبقى. هذول شغلتين أساسيات يجب أن نضمنهم قبل أن يقبل برحيل الأسد، وهذول لسه ما في جهة سياسية كتورية قادرة تضمن ضيارهم. وبالتالي هو سيلعب في بقاء الأسد وإبقاء الأسد ورمز خارج اللعبة وإلى آخره لكي تضمن له ذلك، ستكون مفاوضات مباشرة وصريحة. إذا كان الروس يتخلوا عن الأسد مقابل هذه الضمانات، فلتقدم المعارضة السورية أو من ينوب عنها أو الدول الإقليمية هذه الضمانات وانتهينا الأسد، لأنه ما في حل اليوم ما في حل. إذا نحن بدنا نخسر شيء. اليوم الإيراني رايح على سيحكم المنطقة من دمشق، يقول بالضبط حزب الله اليوم يقول نحن سنحكم بيروت من دمشق. نعم. وبالتالي هم يخططون بشكل واضح وصريح ويعملون بشكل منهجي، مثل ما تكلم الزميل انه يعملون بشكل منهجي لإحداث تغيير ديموغرافي نهائي لا يمكن إزاحته، اللي هو تحويل دمشق إلى عاصمة إيرانية. هذا الموضوع هو ضرب في صميم الوجود العربي في هذه المنطقة، وبالتالي حتى أخرج الإيراني لازم شق الصف بينه وبين الروسي، شق الصف بينه وبين غيره، وأضعف التحالف الأمريكي الإيراني وإلى آخره. يجب على الدول العربية أن تتحرك لأنه الدور واصلة. أما قضية داعش، فداعش وجدت لكي تحطم الأردن والسعودية من بعدها. No. يعني داعش إذا ضغط عليها من الشمال ستتجه نحو الجنوب، وهم بيفهموا شو في عندهم، وبيفهموا شو عندهم مشاكل، وبيفهموا شو عندهم وشو عندهم أرضية مناسبة لداعش. وبالتالي أنا شايف إنه اللعبة علينا كلنا، يا نشتغل كلنا سوا وبشكل منسق وواضح وفوق الطاولة، يا أما السلام علينا جميعا، مش بس على سوريا، السلام على الأردن، السلام على السعودية، السلام على اليمن. طيب. السلام على الشمال العربي، الشمال أفريقيا، كل هذا ماشي باتجاه تطرف وحروب واستعمار وإلى آخره. يعني إما أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل جدي وفاعل قادر وإيجابي، أو أنه راحت المنطقة وتوقعوا حرب إقليمية. طيب دكتور دعني أنتقل إلى الأستاذ منار. هذا كلام منطقي أستاذ منار، يعني الدول العربية كل يغني على ليلى، السعودية تطلب، السعودية وتركيا وقطر يطلبون شيء، هذا التحالف، تحالف آخر أيضا يطلب شيء آخر، لا يوجد هناك موقف عربي موحد من القضية السورية حتى اللحظة، بعد أكثر من 4 سنوات 5 سنوات لا يوجد موقف عربي ضاغط على بعض القوى التي تدعم نظام بشار الأسد حتى الآن. يعني حقيقة هذا مما أطال أمد الأزمة فعليا، والآن نجد أحيانا في بعض الحالات نوع من الانشقاقات غير المعلنة، كما في موقف مصر مثلا، يعني انشقاقات غير معلنة تضعف الموقف العربي. في المقابل أيضا ربما نقول أن هنالك موقف إيجابي، ربما التقارب السعودي القطري التركي، لكن الموقف العربي حقيقة هو يعني منذ البداية كان في نوع من الشك حتى تجاه الثوار، ولاحظنا أنه البعض بدأ يتخوف أو خضع للضغوط الأمريكية بما أدى لتقوية النصرة وتقوية داعش.
الآن أيضا ذات الأمر، يعني الدول العربية وكأنها لا تعرف ماذا تريد في النهاية بشأن الموضوع الإيراني، وما زالوا يعتقدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل في اللحظات الحاسمة، مع أنه كما يبدو واضحا الولايات المتحدة لن تتدخل، لا سيما في عهد أوباما. الآن نحن ندخل مرحلة أيضا انتقالية في على مستوى الإدارة الأمريكية، لكن فوق كل الترددات الفترة الماضية نجد الآن أيضا هنالك موقف مميز لعمان، هنالك موقف طيب لكن أستاذ منار مميز مخيف لمصر أستاذ منار الخطر الإيراني. نعم لكن يعني كما تحدث دكتور كمال أنه هناك خطر، وخطر قريب ربما إذا بقيت الأوضاع كما هي عليه الآن، بمعنى بأن التنظيم من الممكن أن يتمدد وأن يصل وأن يهدد الأردن ويهدد السعودية ويهدد بقية دول الخليج. لا أنا أعتقد لسه، يعني أنا أتفق تماما مع فكرة الدكتور كمال، لكن ثمة خطر أشد. أنا أعتقد استمرار الهيمنة الإيرانية واستمرار المذابح التي ترتكبها إيران في سوريا والعراق بشكل خاص، والكل صمت على مذابحها في العراق عندما تم تطهير بغداد من السنة، هذا الأمر قد يؤدي لنشوء خلايا لا تنتمي فعليا أو تنظيميا لتنظيم داعش، لكن تتبنى نفس المعتقد. يعني بمعنى أن استمرار الهيمنة الإيرانية هو لابد أن يؤدي إلى إضعاف هيبة الأنظمة العربية، وتصبح المسألة على العكس تماما، أنها فاقدة للشرعية وفاقدة للدعم، ولابد أيضا من التصدي للخطر الإيراني. يعني ربما يتم عملية استهداف المواطنين الشيعة بشكل عشوائي باعتبار أنهم هؤلاء كل شيعي هو إيراني، وبالتالي ندخل في هذه الدوامة. العالم العربي ليس فقط، حتى لو كانت الحدود بعيدة، حتى لو لم يوجد داعش تنظيميا أو قادر على عبور الحدود تنظيميا، داعش موجود فكريا، وكل المذابح التي ترتكبها إيران تعزز فكرة داعش ولا تضعفها أبدا. يعني ربما نستطيع استئصال التنظيم من العراق، لكن فجأة يستطيع أن تخرج مئات الخلايا تحت مسميات مختلفة بفكر مشابه أو بفكر أشد، ولاحظنا هذا الأمر في حالة تنظيم القاعدة. وليست المسألة فقط مرتبطة حتى في البعد الداخلي، بينما عندما تدخلت السعودية في اليمن، هذا الأمر خلق نوع من الارتياح الشعبي العربي، بمعنى أن هنالك أخيرا من يتصدى لإيران ودعمها للاستبداد في العالم العربي. شكرا جزيلا لكما دكتور كمال أبواني المعارض السوري، والأستاذ منار رشواني الكاتب الصحفي. إذن مستمعينا إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم ملف اليوم السابق. كان معكم من الهندسة الصوتية مشهور الحنيطي، ومن الأسايمنت محمد الملا، كنت معكم أنا محمد الجزار من وراء المايك.